واكيد كلامنا هنبدأ بالقطن الكاميروني، وقلنا طبعا مباراة صعبة جدا، 9 مواجهات حتى هذه اللحظة يعني بلغة الارقام بين الاهلي والقطن الكاميروني، الكفة ارجح للنادي الاهلي، ولكن اكيد المباراة هتبقى فاصلة زي ما قلنا امبارح كمان لا تقبل القسمة على 2 ان شاء الله، يعني ربنا يوفقنا، يا وبتبقى رب مباراة حلوة كلاعب وكنتيجة يا كريم. رب ان شاء الله. والنهارده طبعا زي ما كنا بنقول لحضراتكم من شويه، بعثه النادي الاهلي ستغادر جنوب افريقيا متجهه الى الكاميرون لخوض مباراه القطن بمدينه جروه. هنقول لكم برضو ملخص سريع قوي لتمرين امبارح الخاص بالنادي الاهلي وايه اللي حصل فيه. الفريق واصل تدريباته على ملعب جامعه بريتوريا، وعقد كولر محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران، خاض رباعي حراسه المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء تدريباتهم تحت اشراف ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى، وكمان انتظم محمد عبد المنعم في التدريبات بعد تعافيه من الام العضله الضامه عقب مباراه سان داونز. كلام جميل، نخش بقى طبعا في التفاصيل في الفقرة الحوارية، احنا عندنا أكيد فقرة طويلة وهنتكلم في كل التفاصيل، يمكن برضو زي ما كنت بتكلم بلغة الأرقام الأهلي هو المتصدر أو يعني كفة أرجح ليه، لكن أكيد القطن الكاميروني على الصعيد الثاني كريم هيبقى داخل وهيبقى طبعا مستقتل، لأن في ماتشات أكيد كده وفي بطولات يعني زي ما بيتقال خلاص ما فيهاش رفاهية إن أنت تخسر نقطة واحدة، وإحنا كنادي الأهلي إحنا ماشيين دلوقتي بالحسابات، فنتمنى إن شاء الله إن إحنا نوفق في الماتشات القادمة.